هذا الوزير ما شفنا لا اعراف لا والو. الامتحان دوزناه، ها هو دوزنا ديال المنتدبين حتى هو دابا نفس الطريقه ديال المحاماه. ناقص واحد هاد الطريقه ديال ناقص واحد، هاد السيستيم كندي ماشي تعجيزي، واحد النسبه ديال انه الشباب ما غاديش يدوز، كينقص بزاف ديال الشباب، كينقص بزاف ديال، مستحيل انك تدوز، مستحيل، لانه كتجاوب على سؤال وسؤال اخر كتجاوب عليه ناقص نقطه. الانسان معصوم من الخطا، ضروري غادي تخطا، ولكن ملي كتخطا ناقص نقطه، يعني ما غاديش سؤال كيضرب لك سؤال. وهذا الشيء اللي كاين كنطلبوا من جلاله الملك يتدخل لنا في هذه القضيه، لاننا كنشوفوا مهنه المحاماه هي مهنه اللي كنتمناوها، ووالدينا حتى هما كيتمناونا يشوفونا بديك البدله. وهذا الشيء اللي كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى يعوضنا خير في هذا الشيء. طبيعه الحال مني وزير، حنا الحكومه، الملك مشرف على الحكومه باعتباره رئيس الوزراء. الوزير ملي كيخرج بالتصريح كيقول لك انا ولدي عنده الفلوس، بوه عنده الفلوس، ولدي قرا في كندا. حنا قرينا في الجامعات اللي كنفتخروا بهم، وكنفتخروا بالاساتذه اللي قراونا، والحمد لله باقين غنطمعوا خير في الله سبحانه وتعالى وفي الدوله ديالنا، حتى غنتقاتلوا حتى غادي نجيبوها ان شاء الله بحول الله. هذا الشيء اللي الاعراف ديال المهنه هي مهنه ديال 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 ابناء الشعب. في هذه اللائحه النهائيه، ماشي النهائيه ديال الكتابي، كنشوفوا بانها لائحه محبطه لجميع الطلبه اللي كتعمها اسماء ديال النبلاء ديال النجوم قطاعات مختلفه. وهذا الشيء راه واضح وبين لاي واحد، يا امي يا غادي يشوف ديك اللائحه فيها عائلات، فيها حنا خدمنا، ماشي غادي نركبوا على الموجه ونقولوا لا كان خاصنا ننجحوا، ولا حنا سهرنا الليالي خدمنا حبينا هذه المهنه، ولكن ما جابش الله. حنايا على درايه تامه بان الارزاق بيد الله، ولولا توفيق الله عز وجل ما كنا من هالطلبه، من خيره هالطلبه اللي كيتنفسوا بمهنه المحاماه. هاد اللوم ما عندكش فين دير هاد اللوم، كاين طريقه ديال، كاينين هما طرق بزاف، ولكن الطريقه ديال انك دير مقال في المحكمه الاداريه طالع على الورقه التصحيح. الى طلعتي على الورقه التصحيح، هاد المسطره لا تسعفنا نحن كطلبه، لانه ملي غادي تمشي دير مقال في المحكمه الاداريه غادي يخرج لك بامر من رئيس المحكمه باش تدي معاك مفوض الوزاره باش تعاين الورقه ديالك وتشوف التصحيح. الاسئله اللي دوزنا كيحتملوا اكثر من سؤال، اكثر من جواب، اسئله حنايا كطلبه القانون كنقراو القاعده، كنقراو القاعده وكنقراو الاستثناء، الاستثناء يبقى استثناء، لكن القاعده هي الاهم. قرينا القاعده وقرينا الاستثناء، اذا ملي انت كتجاوب على السؤال واش غتجاوب بالقاعده ولا بالاستثناء؟ جاوبتي على القاعده غتمشي دي معاك مفوض قضائي، غتقول لك الوزاره لا سيدي حنا استثناء، هذا هو السؤال الصحيح، انما لان هذه المسطره ما غاديش تسعفنا. كاينه مسطره اخرى اللي سلكوها طلبه اخرين ديال شكاية ضد وزير العدل، بانه كاينه تزوير شي ناس اللي مشاو اللي حضروا بواحد الرقم ديال الاستدعاء ديالهم، ما لقاوه في بلاصه سميه اخرين، فهذا تزوير طبقا للقوانين المقتضى بها. الشكايه الى حنا كنتمناو من النيابه العامه تكمل في التحقيق، واخا هي طرف اصلا في القرار اللي خرج به الوزير ديال المرسوم ديال المنظم المهنه، هي طرف ايضا، فكنطلبوا من الله ومن جلاله الملك واي سلطه تدخل في هذا الشيء، لانها مهزله كبيره جدا. احنا بغينا الاستقاله وبغينا المتابعه الجنائيه، حيتاش حشومه طلبه مجتهدين، الغاء الامتحان راه حاجه ضروريه. هذا الشيء اللي